مختبر علم أمراض الدم من أحد أهم مختبرات المستشفى. يقوم هذا المختبر بفحص وتشخيص أمراض الدم، منها الوراثية ومنها أمراض سرطان الدم. فينقسم المختبر إلى ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول قسم بنك الدم. بنك الدم يقوم بفحص فصيلة الدم ومعرفة الفصيلة، وأيضا تحديد الدم المناسب، الدم المتبرع، إلى دم المريض، ومن ثم إرسال هذا الدم إلى الأجنحة اللي فيها المريض. القسم الآخر قسم نزيف الدم، حيث يقوم هذا القسم بمعرفة أسباب النزيف عند المريض، وأيضا البحث عن أسباب اضطرابات الهيموجلوبين عند مرضى الأنيميا. القسم الأخير قسم علم الدم، هذا القسم يحتوي على أجهزة